الوثائقية تعرض وصية الأستاذ هيكل بخط إيده. أنا عايز أعرف الحكاية من الصديق والزميل العزيز أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. زكي دريني، أستاذ يوسف إزيك حضرتك؟ عامل إيه؟ أحوالك إيه؟ لعلك بأحسن صحة وحال يا رب. لعلك أنت في أفضل الأحوال دائما، وتتحفونا دائما من قطاع الإنتاج الوثائقي بمثل هذه الإنتاجات الرائعة. إيه قصة الوثيقة أو وصية الأستاذ هيكل؟ والله هو الأستاذ هيكل كان كتب وصية، وهي لأفراد أسرته فقط يعني، وهي مودع نسخة منها أو صورة منها في مكتبة اسكندرية ضمن وثائق الأستاذ هيكل ومكتبته أو الأجزاء التي أودعت هناك. حلو. وحسب معلوماتي إن هي يعني لن يفرج عنها إلا بعد 30 سنة من الآن. لكن احنا بصوره خاصه في فيلم هيكل سيره الاستاذ انتاج قطاع الانتاج الوثائقي والقناه الوثائقيه، ايوه، وبيقع في ثلاث اجزاء، فاحنا بنتطرق لقصه الوصيه. هذه الوصيه كاشفه لاشياء كثيره ولتفاصيل كثيره في مزاج الاستاذ هيكل وتكوينه النفسي وقناعاته بالعالم الاخر وبالحياه وبالممات و يعني بالحاله التي تربط الدنيا بالاخره. فهي الوثيقه احنا بنعرض يوميا اجزاء منها او بننزلها على الحساب الرسمي لصفحه الوثائقيه، توطئه لعرضها تكون متقاطعه مع احداث الجزء الثالث عن حياه الاستاذ هيكل. طب ده عظيم جدا. طب احمد، يمكن انا الحقيقه انا من الناس اللي بتحب الوثائقيات جدا، يعني انا مدمن وثائقيات تقريبا، وهنا ده هيخليني مثلا هقعد افكر معاك بصوت عالي او اسال لعله يكون مشروع موجود. هل احنا هنبدا نشتغل على وثائقيات موجهه للطفل المصري؟ للطفل المصري؟ اه هو معانا بالفعل في خطتنا. حلو. وفي نفس الوقت حصته هتزيد معانا في خطتنا. ازاي؟ احنا عندنا اكتر من شق او اكتر من طيف من الوثائقيات التي تبث عندنا. عظيم. جزء منها اللي بننتجه احنا بصوره مباشره، او جزء من اللي بنستحوذ عليه من شركات الانتاج العالميه. عظيم. ما يستحوذ عليه من شركات الانتاج العالميه اللي احنا بنعرضه بصوره مدبلجه في معظمه. عظيم. ومترجم في حالات اقل جدا جدا. بنستوفي في هذه الافلام المستحوذ عليها من جهات الارض المختلفه ان هي تمثل الطيف المعرفي العام، الفنون، العلوم، الفلسفه، التاريخ، الحروب، المعارك، الحياه البريه، البيئه، ما تحت البحار، كل ده. ففي نصيب او حصه من هذه الافلام تتعلق بالطفل وعالم الطفل. يعني زي سلسله الوثائقيات اللي بنعرضها افلام معذره العاب غيرت العالم. دي وثائقيات بتحكي تاريخ الالعاب الابرز اللي اطفالنا بيروحوا يشتروها النهارده من المتاجر او من المحلات المختلفه. الدمى دي، القطع دي، اللعب دي، ايه التاريخ او ايه الملابسات اللي افرزتها؟ حلو. سواء كخطوط صناعيه او كافلام كرتون ورسوم متحركه افرزت هذه الشخصيات وجعلتها نجوم عالميين. فازاي طفل في مصر وفي الولايات المتحده وفي المكسيك وفي تايلاند يبقى بيلعب بنفس الدنيا؟ فاحنا عندنا حاجات ينفع يشوفها اطفال. حلو. وحاجات عن عالم الاطفال. اللي ينفع يشوفها الاطفال او الناشئه، الناشئه بتبدا بقى يعني انا اصدقاء كتير بيتكلموا عن اولادهم 10 و12 سنه و13 سنه، بينجذبوا تماما بافلام الطبيعه والبراري. طبعا. بعضهم اللي بيحب الفضاء والذكاء الاصطناعي بينجذب لهذا النمط ويقعد يتفرج عليه. لان خلي بالك حضرتك برضه من حاجه، هو الطفل احنا عندنا تصور ان احنا لازم نقعد نبسط ونمعن في التبسيط، واحنا اظن احنا كنا اسرى نمط ان انت تجيب له الدنيا، انا اسف، في برامج الاطفال اللي بتتكلموا بطريقه بلهاء شويه او مسطحه شويه. أيوة. بينما الطفل الاول كان يفيد كتير. طبعا. يعني انا اتذكر وانا طفل كنت بتفرج على برامج الاطفال بمل منها جدا. انت ليه بتتعامل معايا ان انا اكثر طفوله مما انا عليه؟ مفيش داعي تتعامل معايا على اني عبيط. بالظبط. انا عندي مخ وبعرف افكر وبعرف اقيم بعض الامور. بالظبط. فاعتقد ان احنا عندنا مجموعه من الانتاجات اللي انا لو مستهدف بيها فئه عمريه في المقام الاول، انا فوجئت ان هي هوامش استهدافها اوسع ووصلت لاعمار اصغر. ف
فانت الطفل اللي عنده ماده وشغوف يتفرج عليها وعنده انت النهارده الطفل النهارده تكوينه غير الطفل من 20 و30 سنه. طبعا النهارده الاولاد عندهم 12 و13 سنه ومدرك ان هو بيدور في بيزنس، مدرك ان هو مهتم بالبرمجه، بالذكاء الاصطناعي، صح، بالحياه البريه، بي وعارف هو بيوصل لحاجته ازاي. الخيارات اللي قدامه اكتر والادوات اللي في ايديه اكتر.